الاسيوبي وذلك السيد يا براني شانا اللي يكون جيت ثاني بار ما يسال الجيك ثم تحط الله يعني متاكد انه طلع جيك يقول لك ايش هذا البلاد شو هذا طلع اربعة جيك تجي يا شباب شو تساوي؟ ثالث اربعة وش هذا البلاد 12 في واحد 12 الاول حضرة زمنية غير بعدين خطوة الأخيرة تقريبا كان أو الأخيرة ايش بدي اسوي؟ انت مجموعتين هذول كل واحد فيهم ايش بدي اسوي فيها؟ الاكسلام من النص واجمع واطرح 8 زائد ناقص 4 4 8 ناقص 4 12 ناقص ناقص 4 بعدين ناقص 4 كل مرة 8 تمام؟ واطرحهم من بعض شو اعطيني انا؟ 16 بعدين النص الثاني من النقاط ايش بدي اسوي فيه؟ نضرب بدبل اثنين هون ايش صفر هاي هي عبارة عن ايش يعني؟ واحد هو في الاخر فيش داعي انه ايش؟ نعم الخطوة الأخيرة. بس اجي اول ما طلع النتيجة ايش لازم اسوي يعني قلنا؟ نقسم على ربع هي عدد النقاط. اول على ايش تعطيني انا؟ واحد ثلاثة اثنين ايش؟ أربعة. بس الأرض كان ايش ماله؟ مش مرتب صح. كيف ترتيبه؟ ترتيب هذا اوكي بديهم فاكرين انه احنا بنحط على هذا الباي من الوجه هذا شيء سهل لانه ايش مره واحده حط وايش ولا عباره عن ايش هذا هنا ايش ان يساوي ايش صفر وهذا ايش ان يساوي اثنين وهذا ايش ان يساوي واحد ان يساوي ثلاثه جاي ايش ان يساوي واحد اثنين ثلاثه ايش اربعه هم ايش واحد اثنين اثنين ثلاثه ايش اربعه طبعا انفرس بطريقه ايش صح تمام؟ فبس هو ايش اللي كان تعلمنا هو ايش طريقه الام، الان بدي ابدا بالطريقه الثانيه اللي بسميها الاستيميشن ان تايم. ايش بفرق الاستيميشن ان تايم عن الاستيميشن ان فريكونسي؟ بس طريقه التقسيم بالاخر بتعطيني نفس النتيجه، بتعطيني نفس النتيجه، عدد محتويات التوفير فيها نفس التوفير في الاستيميشن ان فريكونسي، يعني تمر يعني في كمان تخيل المسار انت ما بتستخدم اي طريقه في بنتين بالضبط زي بعض عشان حالهم ما متكافئات متكافئات في طريقه الحل طريقه التقسيم مختلفه بس هم ايش مالهم متكافئات يعني بكون انا شفت البرهان ما بتفهموش ابراهيم بالضروري انه بيدفع المبدا الادب عليكي انا بقسم اللي هي القسم هذه اللي صارت معي وتعطيني اللي هي الشيء الجميل هو ايش بيستفاد وبعطيني بيستفاد بصوره كبيره طبعا ليش انا الطريقه الاولى ما بحطوش اللي هي الاشتقاق بين عقد الاشتراك غير ما ناخذ واحد من الاشتراكات مش طويل هذا اصعب شوي هذا يعني شوي ايش اسهل لا ماشي خصوصا انه احنا اخذنا الان يعني اخذنا مرسنا اللي هو كيف اجيب هي التقسيم هذا صار عندي في خلفيه ايش المبدا تبع التقسيم ماشي حق الان انا ايش سويت؟ جيت مسكت النقاط بالزمن ورتبتهم تصاعديا كسرتهم من النص ماشي حق حصلت على ايش؟ يعني لو ستيج واحدة الايفن ان سيز لحال والبوت ان سيز ايش؟ لحال. نيجي نبدا بالاستيميشن ان تايم مبدا عكسي. واللي يبدا بالتايم وقسم الايفن ان سيز لحال والبوت ان سيز لحال واستعد السيمتري الموجودة عشان ايش؟ اول. نشوف مع بعض ايش بدي اسوي. انا بمسك حالي وانت انا بالسلايد هذا. نشوف الاشتراك برضه هو بالسلايد. كل كيفاش تعمل موجود عندنا وين بالسلايد. تمام؟ فأنا بدي أبدأ من مجموعة من أن من النقاط، بدي أبدأ من وين يا شباب؟ من مجموعة تحتوي على أن من النقاط. أن بوي إكس أوف أن. أن إكس أوف أن بتكتبها زي الجدول، إكس أوف صفر، واحد، ثلاثة، اثنين، ثلاثة، إيش؟ أربعة، وهكذا، صحيح؟ هذه مجموعة عشان أنا أحب وأستعد السمات اللي بدل ما أكتبها من النص المرة هاي شو بدي أسوي فيها؟ بدي اقسمها زي اخذ اللي هو الاوت لحال الدوز لحال هذا الايد لحال والاوت لحال طبعا هذا الكلام ما لهوش اي معنى الا في استخدام الاربط النقاط الايكويشن مع بعض شو مع بعض؟
الان انا عندي الانبويد بي اف تي. انبويد بي اف تي ايش بتساوي؟ انا مثلا بطرح اكس اوف كي ايش بتساوي؟ اكس اوف ان بدبليو ان للباور كي ان سمشن الان بتساوي صفر لمين؟ الان مفهوم. تتذكر الفكره اللي بدينا منها؟ قلنا لو انا بقسم العرب عربيه او المجموعه على مجموعتين بقول مره واحده بس بنزل الحسابات مرموز. مش الحال مجموع ان اجيب الان على اثنين دي اف تي مرتين هو نص الحسابات اللي اجيبه بايش؟ الان من النقاط. فبقول لي انا لو فكرت بطريقه اخلي الان من النقاط دي اف تي وعباره عن مجموعتين كل مجموعه تحتوي على ان على اثنين من النقاط انا اوتوماتيك من غير تفكير وقطعت حاجه نفس الحسابات وطالع من عمليه الكيرسر المجموعه اللي مقسمه نصين برجع مثلا كل نص نصين كل نصين ايش كل واحد منهم نصين لحد ما احصل على مجموعه من عنصر واحد العمليه بتقدر تتكرر لحد ما احصل على عنصر من مجموعه واحده وبطلع مقطع الحسابات اللي شفناها المره اللي مرت. انا ايش بدي في بالي يكون موجود دائما وابدا؟ انه ايش انا على اثنين دي اف تي لاي داله مثلا سميناها اكس كوان عن داله مثلا ايش انا على اثنين دي اف تي ايش فرق عن ان؟ عدد النقاط ايش القانون اللي انا حيصير اكس برايم اوف كي ايش بده يكون؟ ايوه يا شباب هنزل الان على كل النقطة اكس برايم اوف ان في ايش بضل ايش صار في هذه على اثنين بس ما ايش بيكون عندي كي ان وانا ايش؟ من زيرو لان على اثنين ناقصة الان على اثنين ناقصة بدلت الان هناك وجبت الدي اف تي على ايش؟ على معناته الان انا بدي احاول افكر بطريقة استغل التناظر الموجود هناك اني احول السمشن هذا الى تو سمشن كل واحد فيهم كيف شكله؟ الشكل هذا هو الشيء اللي عباره عن بي اف تي لكن النقطه انا هيك السمشن عشان نفكر مع بعض اوكي انا السمشن اذا ضربين هذا معناها اكس سمول اكس صفر بالنسبه لعم ان صفر ايش تعطيني واحد زائد اكس واحد كي زائد اكس 2 عن 2 ضربين هذا 2 كي زائد ايش 3 3 في كمان واحده بس بتكفي ونفس المبدا ايش قلنا احنا نقسم الايد لحال والقد لحال فخذ هذول مجموعه تمام خذ هذول عباره عن ايش مجموعه مع بعض جمعهم مع بعض بس حصير هذه اكس صفر ها وخذ هذول الثانيين اللي ضلوا معي مجموعه ثانيه ليش الهدف النهائي تاني؟ لكن ايش الهدف؟ نحصل على ايه؟ على كل سبميشن، كل سبميشن بيحتوي على ايش؟ على نص النقاط، اخذت نص النقاط لحالي زوجيا، المرة اللي فاتت سميناهم من النص بس انا مش حطيتش المرة اللي فاتت، برضه النص الأول والنص الثاني، أنا يعني ايش سويت؟ أخذت الزوجيات لحالي والفرديات لحالي، إذا عبر عنهم بسبميشن بالشكل هذا. عبر عنهم بسبميشن ايش؟ بالشكل هذا. انا عندي هنا بيندكس بزيد كل قد ايش انا؟ كل اثنين فانا ممكن اعمل زي سمشن كم نقطه ممكن عندي هذا؟ انا على اثنين صار هي نص هذا الحاله يعني انا على اثنين من النقاط نص النقاط انا بدي اعلم من النقاط اخذتهم على نصين فالان بتساوي صفر بنسميها ام لمين؟ الان على اثنين ما بصفر ايش بصير هذه؟ اكس ام 2 ام صح؟ في دبليو ام ايش؟ الزوجة يعني الزوجة لو ايش لو بتمسح فور لوب على الزوجة بحط من صفر لعشرة وبقول انه ايش؟ الحام بتساوي من صفر لعشرة وكي بتساوي ايش؟ مش بصير عندي هذا الكي عبارة عن عدد الزوجة صفر اثنين واحد كيف بتصير مش هاني؟ بتأمن صفر ايش كي كي هنا؟ صفر صفر بتأمن واحد ايش بعطيني هنا؟ اثنين وهنا ايش اثنين؟ بتأمن اثنين ايش بعطيني؟ أربعة طب الصميش هذا ايش بصير؟ 100% 2 ام 0 كيف؟ لا الصميش الواقع هذا من الصفر وين حطيت الواحد؟ طب ليش بدك من الصفر؟ لان انا بالاخر الهدف تبعي ايش بسوي؟ بتحصل على الصميش هذا فانا بديت قد تعمل خطوه للعمل حصلت على صميش في من الصفر ليش؟ لا انا عندي نقص واحد، عندي اتدلى بالزمن، لانه هذه امن زمن صارت،
ماشي حاجة دي أهم شيء يعني هي الزمن. فهذه اسمها دالة بريك الزمن. في عندي W بس W اللي هي الأساس تبعها قديش؟ أنا على التنين. هنا الأساس قديش؟ هل بقدر أخلي الأساس أنا على التنين أن أه فكيف؟ بدي أقسم فكيف اللي بتبدأ من المستقبل. وقلنا أن تربية زي مش هذا الكلام مش بيساوي اي ساوي جي تو باي على ايش؟ على ان لكل ايش؟ ايش الهدف الان؟ ان اخلي هاي الان على تنين، على النقاط انا على تنين. طب ال دبليو انا بدرج على مين؟ طب الان على تنين مش بيساوي يا شباب؟ بدرج تو باي على ايش التصوير هذا؟ انا على تنين صحيح؟ فهذا التصوير لو انا جبت التنين تحت فده عباره عن سالب جي 2 باي ان على 2 ان 1 على 1 على 2 يساوي 2 تمام؟ تربيع هذا مش وهذا هم نفس الشيء يعني هذا عباره عن ايش؟ 2 باي على عدد النقاط اللي هي دبليو لايش؟ انا على 2 بناخذها قاعده عامه يعني اذا قسمت هي الاس على 2 بقسم الاساس على 2 والعكس صحيح لو ضربت 2 بضرب ب 2 احنا قلنا دبليو 4 تربيع ايش بتساوي يا هذي؟ دبليو 2 كم؟ 1 دبليو 16 كم هذي بتساوي؟ تمام صحيح 16 على 4 على 4 تمام واضح القاعدة هذي؟ معناته الآن ايش ممكن اساوي هنا يا شباب؟ ممكن ايش اساوي هذا؟ عشان اخلي هذي انا على 2 بقسم هذا على 2 بقسم هذا على ايش؟ على 2 بس بكل بساطة قسمه هذا ايش؟ صار ايش عندي هنا يا شباب؟ ايش صار؟ عندي دي اف تي لكم النقطة؟ انا على اثنين النقطة مين الاعداد مين الرقم مين الدالة اللي بجيب لها دي اف تي على اثنين النقطة هذا؟ ليش؟ اكس الصفر اكس 2 اكس 4 يعني بقول لي اكس مجموعة على مجموعتين وجيب الدي اف تي بايش؟ انا على اثنين من النقاط هذول بالنص الاول، ايش بعطيني هذه؟ هذا اسمها انا بدي اسميها هذه عباره عن ايش؟ جي اوف كي، ايش جي اوف كي هي؟ هي عباره عن ان على اثنين دي اف تي لمين؟ لكي بالاي زي عادي يعني زي ما تعلمنا زمان، بدي اقسم الداله لدالتين هذول وهذول، بجيب الدي اف تي للنص الاول ايش بعطيني؟ داله جي اوف كي ارقام 5 6 7 6 زائد 2 طب ايش نسوي بهذه كمان؟ بدي اعرف فيها بنفس الطريقه. هل عباره عن ايش؟ في عندي مشكله فيها في عندي دبليو ام تقرا كي ايش فيها مشكله؟ بس في عندي هنا كي كيف احلها هذه؟ خذها على الهامش هذه. وزع. خذها على الهامش، لا وزع خذها على الهامش، دبليو ام 2 ام زائد 1 في كي. انا بدي اياها بس 2 ام كي عشان نعمل فيها نفس اللي عملنا يوم الاول. فايش بصير؟ دبليو ام داخل كي جوا 2 ام كي جمع الاسس بتساوي ضرب الاساسات صحيح؟ عملية عكسية عشان هلا افصل الان دبليو ام 2 ام كي ضرب ايش؟ ام كي نكتبها الان بعد ايش حصير؟ سمنيشن من ام بتساوي صفر الان على اثنين ناقص 1 اكس 2 ام زائد 1 في مين؟ 2 ام انا على 2 طب انا 2 100% بتضرب ايش؟ انا ايش بدي اسوي الان؟ اكس بدي اقسم هذول على 2 وهذا شو بسوي فيها طيب هذا العزوم عندي بقول طلع مين صمش بالنسبه لمين؟ بالنسبه لام ام ام شو مشاكل هذه ايش فيها؟ ايش فيها ام؟ انا ايش معنى تفضلي؟ تفضلي هذا ايش؟ ولا ثاني ماشي الحال كل صفت على ذلك تلزمني ماشي الحال؟ ف وين نكمل؟ لا نكمل قبل ما ايه؟ بعد ما يسال ايوه هذا مسكت كله حطوها بعد ما يسال
واحد فيهم مش يساوي دي هتقيلها كمان نقطان، انا على كلمه من النقاط فانا قسمتهم نصين، ونصين شو كل مجموعه حكيت وصفر لمين؟ انا على كلمه نقطان، بدايه الزمن هذا النظر الشيء بضل المدير لازم تكون ايش؟ انا عمال بحاول في الموضوع عشان اوصل لهنا قدرنا النص الاول بسهوله، النص الاول سهل انا عندي داله بالزمن مضروبه بضل الاساس انا على اثنين ومصفر الان على كلمه نقطان شاطرني هنا على طول هذه بي اف تي ترانسفورم هيك من نقطه مين طب الداله اللي هي لما بدي منها بي اف تي اي من ال سي اكس بتاعنا الصفر اكس 2 اكس 4 وهكذا بلا عندي هذه بحاول ابسط فيها عشان احصل على نتيجه مشابهه يعني الاوت ان سي ايش طلع معي باخذ هذا دبليو ان كي ايش بتطلع معي اللي حكيته عامل مشترك ايش بضل عندي هذا السمنيشن اكس 2 ان زائد 1 في مين دبليو ان على 2 ايش تحت دبليو ان اوكي الان هذا ايش ماله؟ عبارة عن ايش 100% دي اف تي انا على 2 من المقاط لمين؟ للبورد ايش بسميها يا شباب على بسميها المسمى بسميه اكشف تي تمام؟ خلصنا خلص خطوات معناته اكس اوف تي ايش بدها تساوي بالنهاية؟ اكس اوف تي يا شباب ايش بدها تساوي؟ جي كي زائد دبليو ان كي في مين؟ بقول لي يعني جيب البي اف تي للنقاط الزوجية هي سميناها جي وجيب البي اف تي للنقاط الفردية هي اتش واضرب كل نقطة من اتش في كل سنة زي ما شفتوا شوية في الدراسة واجمعهم مع بعض مش بعطيني اكس اف تي بس لا مش كل اكس اف تي للاسف هو طلع اكس اف تي كم مرتاح هذا هدف لك من نقطة تتكون أنا يعني هاي الكيت تبعت الرقم من وين لوين؟ ريال تبعت الصفر لوين؟ أنا وهذه نص العملية بعد اللي بيطلع معايا نص الأول اللي بيطلع معايا نص الأول من اكس كي من صفر للنص صحيح؟ طب بعد النص بقول لك ايش أسهل منه؟ ايش أسهل من هيك؟ ليش؟ احنا عارفين انه الفورير ترانسفورم والسكريت بيريود والبيريود تبعه الدايم والفريكونسي عدد النقاط مثل الفريكوانس تمام؟ هذا المعلومة احنا عارفينها فبالتالي ممكن استغلها انا احنا كله لازم نخلصه منه ممكن استغلها باني اجيب النص الثاني كيف ممكن استغلها عشان اجيب النص الثاني؟ شوف لما يكون انا اكس اوف كي بيريد والبيريد بتاعتها عدد النقاط معناته اكس اوف كي زائد ان ايش بتساوي؟ ما عندي انفورميشن عن اكس اوف كي طيب بالنسبة للجي اوف كي مش بقول كي زائد ار لا لانه من كي زائد ار انا هذه ايش بتساوي هذه؟ ليش لانه هذه تكمل النقطة اساسا؟ انا على نص النقاط طب بيجي تبع ايش حيكون نص النقاط والاتش تمام؟ نفس الشيء طب ايش لو انا بدي اجيب النص الثاني ايش بدي اسوي بس؟ بدي اقول له هذه كي كاونتر تبع من وين لوين؟ من صفر لان على 2 ناقص 1 طب خذ كاونتر جديد كي برايم بتساوي كامل القديم زائد ايش؟ انا على 2 ايش صار عندي هنا لما كيف بتساوي صفر ايش بتصير هذه؟ انا ولا بتصير واحد وهكذا رح توصل لمين؟ يعني انا بجيب ايش؟ النص الثالث 100% ايش بصير عندي هنا؟ اكس اوف كي برايم هي جديده هي من وين لوين بتروح هذه؟ من انا على 2 لا هي انا ناقص 1 تمام؟ يعني كي برايم حتروح لو عوضت فيها من صفر لايش حتروح؟ من انا على 2 لوين؟ لا ناقص 1 ايش بدها تساوي هذه؟ جي اوف عوض عليها الصوره هذه ماشي كي زائد ان على 2 زائد دبليو ان كي زائد ان على 2 في اتش اوف ايش؟ كي زائد مين؟ انا بنزلها هذه هنا هيك معناتها اكس اوف كي برايم ايش بدها تساوي النص الثاني؟ هذه قلنا نفس 100% وهذه قسمها اللي جمع ايش بصير؟ ضرب جمع القصص بيساوي ضرب الاساسات وهذه طب هذا ايش بيساوي؟ هذا يعني ولا زي الامه بالظبط ايش بيساوي؟ دي بتصير جي اثنين ضرب لا انا اعطيك 100%
بيجيبوا أن نبني كمان لربنا أن ما كان بتروح شو بقى عندي من بوابه أنا ليش عندي أنا عدلين يعني صحيح ده اللي نجيب باي تمام طب إيش يسوي باي يسوي يعني ما واحد تمام أنا شو بسوي جي أوكي ناقص تمام ما خلص تاني ايش انا سويت من الان ايش لا وصلت لها خطوات هو مين هذا اللي فوز هذا بقول يا كسر العرب عربي جيل اكس صفر اكس اثنين اكس اربعة جيب لهم أنا على دينين دي أبدين إيش بتعطيني هذا؟ جي أوف كي تمام؟ بعدين إكس واحد إكس ثلاثة إكس خمسة جيب لهم أنا على دينين دي أبدين إيش بتعطيني هذا الكلام؟ إتش أوف كي بقول لي اجمع جي أوف كي أو أضرب الأول إتش أوف كي كونستانت و دبليو أنا الباور كي واجمعها مع جي أوف كي إيش بتعطيني أنا؟ من النص الاول من صفر لمين وطرحهم من بعض في النص الثاني استنباط حاجه بسيطه في السيمتري طبعا التكامل نجيب الطريقه هذه في كثير حاجه بتكون سهله مش باينه قدامك خصوصا في الالجوريثم ازاي يعني احيانا احنا بنلجا لشغل التعقيد ونعقد الامور كثير مع في حاجات ممكن تكون سهله كثير وتجيب لنا نتيجه ايش بسيطه او ممتازه عشان نشوف مع بعض ايش اللي بصير معايا نرجع لها ايش ونشوف اللي هو الجرافيكال ريبريزنتيشن الجرافيكال ايش ريبريزنتيشن من الكلام اللي انا ايش حكيته طيب بتسوي نفس اللي سويته الان بس عشان نفهم بالضبط كيف العمليه بتصير ايش انا بسوي قلنا يعني ثمان نقاط ايش بدي اسوي في الثمان نقاط؟ الايفن محال وضد حال خلينا نمسح له عشان نشوف بقسم الايفن محال ايش ضد حال بجيب الدي اف تي للايفن ايش بعطيني؟ جي اوف كي صفر لاربعه صفر لثلاثه وبجيب الاتش من صفر لمين لثلاثه بضربهم بمين؟ بدبليو ان للجي نشوف مع بعض نفس العملية هذا اللي من الصفر والاثنين
هو واحد وخمسة والثلاثة والسبعة هم عبارة عن إيش مثلا الأربعة والخمسة هو الفضل هو الواحد والثلاثة فإيش حصير الترتيب معايا صفر أربعة اثنين ستة واحد خمسة إيش ثلاثة سبعة وإيش بسوي فيهم بجيب دي أفتينا النقطتين هذولا وبين جي جديدة بجيب دي أفتينا النقطتين الثانيين وبين أش جديدة وبجمعهم بعد ما نقطة إيش تمام واضح طيب ايش بدي اسوي بالنص هذا؟ هذه جيل جديده وهذه اش جديده، ايش بدي اسوي فيها؟ المفروض اضربها بدبليو ايش؟ 4 0 وهذا بدي اضربها بدبليو 4 ايش؟ وهذا انا بديت اعمل ايش؟ 4 نقاط. بس انا جبت الدبليو 8 كلهم كامل. دبليو 8 هذول جبتهم صحيح؟ ممكن استغلهم لشخص الشباب الثاني. كيف استغلهم؟ دبليو 4 0 ايش بدي اسوي يا شباب؟ بالنسبه لل 8 اضرب اثنين. والدبليو 4 1 اضرب اثنين 4 2 8 هاي بدها تصير 3 فاهمين علي كيف سويها؟ عشان ايش؟ الدبليو 8 ترتيبها محسوبة ليش انا ارجع احسبها ثاني بالاساس 4 4 8 موجود وبجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا هذا مع الاول مع هذا وهذا مع هذا واطرحهم من بعض واعطيني ايش؟ 4 عناصر المجموعة معي وتحكي نفس العملية بالضبط يعني خذي هذه كل ما اربع كل ما اربع ايش بعطيني النص وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي إيش؟ إن عندي مجموعة من عنصرين بعد على طول حتكون هي الجي وهذا حتكون هي الأش وحضروا بها مثل إيش؟ هذا الجي مثل الأش وهذا حتكون دبليو 2 للبعد إيش؟ زيرو إيش بتساوي بالنسبة للثمانية؟ برضه دبليو 8 لإيش؟ الحوار اللي بشرط العمل من 8 يعني واحد فإيش بصير معي؟ عملية جمع وعملية إيش؟ هنا كان صار العكس كأنه أنا بديت من عنصر واحد في المجموعة بعدين جمعتهم مع بعض بعدين جمعتهم مع بعض وبعدين رحت حصلت على إيش؟ على الأوتبوت اللي أنا بدي إياه هذه الرسمة إيش اسمها بالتمثيل؟ إيش بمثلها هي الرسمة هذه نفسها؟ هذه حاجة مرة فهمنا قبل هيك في الكمبيوتر المدرب جراف ثيوري طب الجيم ثيوري في طلاب الكمبيوتر بتاعت الرسالة مقدمة شوية في الطلاب الكندر برضه برضه الرسمات هذه يعني نمثل سيستم معين سواء في الكمبيوتر او في الالجوريثم او بالهدف بنسميها حاجه اسمها سيجنال فلو اجرام ماشي الحال؟ سيجنال فلو او اف ايش اف في سيجنال فلو اجرام واحنا يمكن احنا بنضل معاه برضه عشان ما اضلش ممكن مش ناخد نتناول شيء معين ايش السيجنال فلو اجرام؟ هو رسمة بتنحط الانبوت بالاوت عن طريق اسهم وجيم بس انه كل علاقه بالقدر هذا عباره عن ايش فهم زي هيك وين مثلا ايه مثلا اثنين ثلاثة أربعة وين إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاثة إذا السهم داخل معناته هنا إيه جمع بصير عندي هذا الأرض إيش بيساوي؟ اثنين إكس واحد ثلاثة إكس اثنين زائد مثلا هذا الرقم أربعة مثلا إكس ثلاثة مثلا ماشي الحال؟ طبعا هذا السهم إنه أعمل فيه مانيبيليشن ماشي الحال بوصل فيه لما أعمل أوبتمايزيشن ألجوريثم معين انه انا ممكن احرك الاسهم هذه باتجاهات معينه اسوي فيها شيء معين واحصل على سيستم مكافئ وابسط فيه العمليات الحسابيه. هذا لو طلعت على السيستم هذا هو عباره عن سيجنال فلو جراف، لقينا عندي اما كومبلكس نمبر او ايش ريال نمبر جمع كاركتيرز نفس واحد تمام؟ لو انت جيت في عندي نظريه اسمها نظريه الترانسبوز سيستم. بيقول لك الترانسبوز سيستم نظريه الترانسبوز سيستم عشان قلت لك انه كيف انا ممكن احصل على سيستم مكافئ او من ابسط من السيستم هذا من نفس السيستم بيقول لي لو انت قلبت الانبوت والاوتبوت لو قلبت الانبوت والاوتبوت يعني اذا رسمت الفلو جراف وجيت قلت هذا بدي اخليه هو الانبوت وهذا بدي اخليه هو ايش؟ هو الاوتبوت ماشي الحال؟ يعني هذا صار هو الباندولين تمام؟ الانبوت وهذا صار بيكون الاوتبوت بيطلع معي هو الاكس تمام؟ وبيقول لي اذا غيرت الفلو من اليمين للشمال خليته من اليمين الشمال لليمين خليته ايش؟ من اليمين للشمال قلبنا ايش؟ الرسمه كلها يعني الرسمه كيف صارت؟ بتمشي زي هيك واللي بيعطيني سيستم مكافئ بيعطيني نفس الاوتبوت الاوتبوت كله معي قبل شويه هذا حيطلع معي هذا نفسه جابلها اطلع على هذه الرسمه وهي مقلوبه زي هيك هي هذه نفسها عباره عن ايش؟ هي الديزيميشن ان ريكوست اللي خلناها المره اللي فاتت طلع عليها تتكرر تحت الرسمه قبل شوي هذه بس من وين لوين مشكلتها؟ انا رايحه من وين لوين؟ من اليمين للشمال بس شوف الان انت رايحه من الشمال لليمين اصلا تمام طبعا بعدين احنا ممكن اقلبها ممكن اقلبها انت لو تجي طلعنا على المحاضره بتاعت المره اللي مرت
بعض المدينة أمين عم تزل الأخير من المال بس مجرد إحنا في الليدي نحب دائما السيستم يروح الإنبوت على الشمال والأخير على اليمين فرجعت الشيخ رجعت الثاني بس بالآخر تطلع عليها نفسها صحيح؟ أو نفس الكلام هي ينطبق على هذا السيستم يعني هذا السيستم موجود أنت بدلت الإنبوت هنا خليته والأوتبوت هنا إيش حيعطيني؟ الاستيميشن ان تايم تمام؟ ليش؟ بعدين عنصر كل مجموعه بيجمعهم مع بعض بطرحهم بعدين اشتغل مره كمان مره بعطيني نفسها بالضبط هذه النظريه بسميها الترانزوز هي واضحه عندي جدا من غير ما انا يعني من غير ما اشتغل اشتغال اللي اشتغلته كل اليوم اشتغال اللي عملته انا هذا مالوش لازمه لو انا بعرف سيجنال الفلو جراف كل اشتغال اللي انا سويته هذا اليوم محاضره اليوم كلها مالهاش لازمه لانه من المحاضره اللي مضت انا ممكن اقول انه الجراف اللي طلع معايا هذا مش عارف ممكن اعكس وابدل الانبوت والاوتبوت واغير الكلون واحصل على سيستم مناظر لهم في عدد الاحتفال في كل شيء وبعطيني نفس الاوتبوت بس بطريقه كان سميناها الاستيميشن فريكونسي زي ما سويت لكم الاستيميشن فريكونسي هي ايش معناها؟ نفس الاستيميشن ان هذه طريقه الحسابات نفسها بتختلف شويه مش هنا بس جمال السيجنال فلو جراف السيجنال فلو جراف ممكن يبسط معايا الحسابات ممكن انا يعني احرك اللي هي الاسهم هذه بزياده معينه بس هذا مش شغلنا بس الحمد لله درست فيكم اليوم نشوفكم ان شاء الله في يوم